أسعد الله مساكم بالخيرات والمسرات وحلقة جديدة من برنامج مسائي اللي يأتيكم مواضيع منوعة وضيوف مميزين من يوم الثلاثاء ليوم الخميس. ورح يكون معنا اليوم موضوع تعليمي يهم كل أسرة لديها طالب في المدرسة الحكومية تحديدا. طبعا هالموضوع اللي هو استخدام التكنولوجيا في المدارس، راح يكون معنا في هالحلقة مهندس متخصص في تكنولوجيا التعليم، وأيضا راح نعرف رأي مدراء المدارس وأولياء الأمور والمعلمين تجاه هذا الموضوع المهم. وأيضا من ضمن فقراتنا اليوم مشاهدين راح يكون لنا جولة طبية تجميلية مع خبيرة التجميل العلاجي جينا الكعكي، وفقرة مميزة علاجية نهتم فيها طبعا ونتعرف على شلون نهتم بشرتنا، شلون نحافظ على جمال بشرتنا. لكن قبل لا نبلش مواضيعنا نترككم مع هالتقرير مع الدكتور عزيز الفيلي استشاري التأهيل الطبي والطب الطبيعي اللي راح يكلمنا عن فقرة مميزة وطريقة مميزة نحافظ فيها على ايدينا ويعطينا نصايح من اذا ندز مسجات رسائل وغيرها من استخدامات الهاتف اللي نستعمل فيها ايدينا واصابعنا، هل لها اثار جانبية علينا ولا لا؟ راح نتعرف الحين. كنت قاعد ابعث مسج، فنسبة معدل ارسال المسجات في امريكا فوق 1000 مسج بين الشباب في اليوم. فالطريقة ان لما نبعث مسج احنا قاعد نستخدم الابهام مالنا، ولما نستخدمه بهالطريقة قاعد نحط لود كبير على الابهام. الابهام مو مؤهل انه يسوي هذا اللود بهذه الفترة الطويلة. فشنو يصير؟ راح يصير عندنا يسمونه التكست ثمب، أو التهاب في أسفل الإبهام بهذه المنطقة. راح من كثر ما الناس تبعث رسائل نصية يصير عندها ألم بهذا المكان، ويصير مرات عندها ورم والتهاب واحمرار. فهذا إذا صار أحد عندها الأشخاص الأفضل إنه يتوقف عن الرسائل النصية في إيده. يقدر يستخدم طريقة ثانية نفس ما ذكرنا بالسابق، سواء تكست فويس تكست انه يتكلم ويخلي التلفون يكتب له، او بالويجل يستخدم اصبعه الثاني انه يكتب. هذه طريقة اخرى. لكن اذا صار عندك هذه الاعراض شنو تسوي؟ الافضل انك تجي الطبيب، بس قبل لا تجي الطبيب تقدر تدهن المكان هذا فولترين او اولفين، تحط عليه كمادات باردة، لأن دائما الالتهاب إذا موجود تحط عليه كمادات باردة. لما تجي الطبيب الشغلة الثانية لعلاج الالتهاب إنه يصرف لك شيء يسمى الثمب سبايكة، إنه يمسك مرفق الإبهام بطريقة معينة بحيث إنك ما تقدر تحركه، بس تحركه من فوق. راح نراويكم إياه بصورة. تلبسها فترة أسبوع إلى أسبوعين، تشيله وقت النوم. هذه الجبيرة تقدر تشيلها وقت النوم وتنام. مجرد انك تعطيك راحة انت اوريدي قاعد تدهنه في مضادات التهابات. نقدر نصرف لك مضادات التهابات غير استيرويدية، لكن في نقطة مهمة لما نذكر مضادات التهابات غير استيرويدية مثل السيلبريكس او الاركوكسيا، لازم الشخص ينتبه انه ياخذ معاهم حماية او وقاية المعدة، لانهم يسببون مرات التهابات بالمعدة ونزيف بالمعدة. والشغلة الثانية اللي نقدر نضيفها للعلاج اللي هو العلاج الطبيعي، يقدرون يستخدمون السونار لتخفيف الالتهاب، الكهرباء لتخفيف الالتهاب، بعدين تمارين مدى الحركة اللي تردك على طبيعتك. مشاهدينا نترككم مع جولة طبية تجميلية مع خبيرة التجميل العلاجي جينا الكعكي. طبعا فقرتها تهتم مثل ما ذكرنا بكل شيء يخص البشرة وجمال بشرتنا، شلون نحافظ على بشرتنا، شلون نحصل على بشرة صحية وصافية وخالية من العيوب، راح تشوفون الحين مع بعض. حتى
حلقتنا اليوم مميزة وحنحكيكم عن موضوع كتير مهم، بما أنه نحن مقبلين على الصيف ولازم الواحد يكون رشيق وشكله فريش وجسمه حلو، فحنحكي عن أجهزة السليمينج الحديثة، أهم تقنية نزلت هالسنة اللي هي كرايوليسز، إذابة الدهون بالتبريد. فنحن حنحكيكم وحتشوفوا فيديو كامل على طريقة هالتقنية وكيف تستخدم وكيف تعطي ريزلت حلوة وكم جلسة بيحتاج من شخص لشخص. بس الكتير مهم بهالموضوع هو الأساسي النظام الغذائي اللي لازم الواحد يمشي عليه. لازم دايماً تقرروا أنه لما بتكون تعملوا سليمينج أو جلسات تنحيف ما تعتمدوا بس على أجهزة العيادة أو وحدة التجميل اللي أنتوا رايحين عليها، لازم تتبعوا نظام غذائي. ممكن تراجعوا عند أطباء تغذية خاصين، وممكن نحن نساعدكم بنظام غذائي خفيف يساعدكم ويسهل عليكم كمان توصلوا للنتائج المطلوبة اللي أنتوا حابينها. كتير مهم نعرف أنه أكل النشويات خلال استخدام أجهزة التنحيف العيادية وبدون استخدام الجراحة كتير مهمة، لأنه الكربوهيدرات هي السبب الأساسي بزيادة الكتلة الدهنية، وهي اللي بتساعد على الامتلاء والوزن الزائد والشكل الغير مرغوب فيه. نحن دايماً منركز على تخفيف الكربوهيدرات والعدل بكل وجبة غذائية، يعني دايماً تاخدوا الكمية المناسبة من كل وجبة، من كل تركيبة غذائية، كبروتين، كنشويات، لازم دايماً يكون في توازن بالوجبة الغذائية اللي حتاخدوها بشكل يومي. رح نشرح لكم تفصيلياً على هالخطوات ورح تشوفوا الريزلت وفيديو مختصر على كل حالة. الجزء الثاني اللي كمان حنشرحه هو لناس بحبوا يتخلصوا من الدقن المزدوج ومشاكل ظهور الدهون بالبشرة. حنحكيكم اليوم عن طريقة التخلص من الدقن المزدوج والدهون اللي بالبشرة بدون جراحة. طبعا هي تعتبر مشكلة من المشاكل اللي بيعانوا منها معظم الناس اللي كمان عندهم شوي وزن زائد او سمنة. فنحن عشان هيك حنورجيكم كيف نتخلص من المشكلة اللي صايرة بالبشرة بدون جراحة، بدون ألم وبدون تسبب ترهلات بالبشرة. شوفوا تابعونا كيف حنعمل خطوة بخطوة هالتقنية وكيف رح تصير البشرة فريش وحلوة بدون ألم. كتير من الناس بيعانوا من مشكلة الدقن المزدوج أو حتى تراكم الدهون وترهل بالبشرة حاد ملحوظ. نحن عشان هيك حنورجيكم هالجلسة خطوة بخطوة كيف نحن ممكن نخلص البشرة من المشاكل هاي بدون جراحة، بدون إبر، بدون ألم أو انزعاج تسبب لكم إياه الحقن أو المشاكل اللي ما انتوا بالغنى عنها. فنحن هلا حنورجيكم كيف حنستخدم هالتقنيه. اول شيء بنحط بيبي اويل ومنبلش بشكل دائري. كثير من الاحيان بصير ارتخاء بالعضلات الوجهيه اللي بتكون بالوجه منطقة الخدود. نحن بنعمل عملية تنشيط للكولاجين سريع لهاي المناطق بشكل انه تحس ريزلت سريعة. رائع جدا قبل اي مناسبة رح تحس بفرق واضح ملحوظ. ممكن تحس بوجع بالعضلات خفيف وهذا طبيعي لانه كردة فعل طبيعية من الجهاز. بعد الانتهاء من الجزء السفلي من البشرة رح ننتقل لمنطقة العين لنشد محيط منطقة العين. للناس اللي ما بحبوا يعملوا ابر البوتوكس او الفيلر حوالين منطقة العين رح نستخدم تقنية الجهاز موناليزا لنشوف ونعالج هاي المنطقة. دايما بهاي العلاجات بصاحب شوي ألم بسيط حوالين العضلات لأنه العضلة بيكون فيها ارتخاء ونحن عم نشد العضلة بشكل سريع، فممكن يصير في ألم مدة يوم يومين عادي بيروح.
مثل ما قلنا حنحكي اليوم عن تقنيات تنحيف الجسم وإذابة الدهون بدون جراحة. طبعاً نحن أحدث تقنية عنا اللي هي تقنية إذابة الدهون بالتبريد ونحت الجسم بالتبريد. تبريد كلمة شوي ناس تستغرب منها، بس هو بالفعل نحن منعرض الدهون لماينس 5 درجة مئوية، وهالشي بيخلي الدهون تتحرر من الخلية على هيئة كريستالات صغيرة ويتخلص منها الجسم عن طريق التمثيل الغذائي اليومي للجسم اللي هو معروف بتصفية وتنظيف الجسم الطبيعي. نحن حنورجيكم خطوة بخطوة الطريقة اللي بنستخدمها. طبعاً هالتقنية سهلة، دايماً لازم ناخد التاريخ المرضي لكل patient قبل ما نعمل هالعلاجات، ننتبه انه هي منا حامل، ننتبه اذا عم تاخد هاي أدوية معينة ونحطها بعين الاعتبار ونعمل لها العلاج اللي هي حابة تعمله. نستخدم هالعلاج للمناطق الصعبة مثل منطقة البطن، الأرداف، اليدين أو الزنود. نحن طبعاً منفتت الدهون بهاي المناطق. جلسة لثلاث جلسات هي كافية حسب مقياس الدهون اللي نحن بنستخدمه. يعني أول شيء منقيس الكتلة الدهنية بالجسم، منشوف سماكة الدهن اللي موجود، وبناء عليه منحدد عدد الجلسات. أكيد إذا كل ما سمكت الطبقة الجلدية رح يزيد عدد الجلسات. آمن جداً، ما في منه أي عوارض سلبية عدا أنه ممكن يسبب بعض التصبغات البسيطة أو الكدمات عفواً البسيطة بعد الجلسة بتزول خلال يومين أو ثلاثة أيام. لحماية الجلد أثناء تبريد الجلد باستخدام الجهاز منحط طبعاً كول جيل باد خاصة، تعمل عملية بروتكشن خاصة للجلد بحيث أنه ما بيتأثر من البرودة اللي حيتعرض لها من الجهاز. الجهاز بيستخدم تقنيتين، سحب الجلد وتبريده، ما في أي ألم، بالعكس رح تحس حالة مرتاحة. الجلسة بتستغرق تقريباً 15 دقيقة لساعة حسب سماكة الجلد وحسب الدرجة اللي نحن حاطينها. بعد هيك ممكن تتكرر زياراتها، نعمل لها شيء اسمه كافيتيشن، رح تشوفوا هالتقنيات كلها اللي حنورجيكم اياها ونقدم لكم اياها. الكافيتيشن بيساعد الدهون انه تتحرر بشكل سريع وتطلع من الخلايا بشكل طبيعي وتلاقي ريزلت نتائجه احلى. تابعونا لتشوفوا الخطوات اللي بعدها. هلأ بعد ما انتهينا من حلقتنا ورجيناكم خطوة بخطوة طريقة تقنيات علاج السمنة والمناطق الغير مرغوب فيها بالجسم بدون جراحة، حابة لكم انكم دايما فيكم تستفسروا على اي شيء انتم حابينه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، الانستغرام، فيسبوك، ويب سايت الخاص فيني اللي هو www.ginakaki.com. دايما انا امردي اني جاوبكم. فيكن تبعتوا لي ايميل كمان من خلال الويب سايت بجاوبكن عليه. السناب شات بنحط فيه دايما بعض التقنيات واي شيء جديد نحن بنوفره عنا بالقسم. اللي حاب يقوله انكم دايما تهتموا بالارشادات اللي بنعطيكم اياها. ممكن بكل سهوله الواحد يجي يعمل علاج بس ما يتبع النصائح والارشادات اللي هي ما بعد العلاج. ما بعد العلاج هو اهم من العلاج، لانه هو اللي بوصلكم للنتيجه اللي انتم حابينها. ودايماً بطلب منكم الصبر، هو أهم وسيلة لوصولكم لأفضل النتائج العلاجية سواء بالبشرة أو الجسم. تابعوني دايماً بكل جديد، وشكراً لثقتكم فيي. مع السلامة.
استخدام التكنولوجيا في التعليم أكثر ما يطمح له الطالب والمعلم وولي الأمر والإدارة المدرسية، حيث يوفر الجهد والوقت ويسهل أيضا في إيصال المعلومة. لكن للأسف في واقعنا التربوي نفتقد لاستخدام التكنولوجيا بالشكل المطلوب، لكن هناك بعض المحاولات وبعض البرامج اللي كتب لها النجاح وأخرى لم يكتب لها النجاح. راح نتعرف في فقرتنا اليوم عن بعض هالبرامج وما هي مميزاتها، وهل تستحق أن تكون تجربة تعمم على جميع المدارس أم لا، لكن بعد ما نشوف هذا التقرير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعدني في هذا اللقاء القصير أن أسلط الضوء على البرنامج الوطني التنموي للتعليم الإلكتروني أو المبادرة الوطنية للتعليم الإلكتروني. بداية أشكر القائمين والمبادرين في تعميم هذا البرنامج من بداية خطواته الأولى وحتى التطور الحالي اللي وصلنا له في الميدان. سعيدة جدا أني أنا أطلع المركز الأول مدرستي وممتمثلة بمعلمات الفاضلات المركز الأول على منطقة مبارك الكبير التعليمية في تفعيل هذا البرنامج. باختصار البرنامج هذا يقدم خدمة إلكترونية لولي الأمر وللطالب في المجال التعليمي والتربوي. طبعاً هو عن طريق البرامج الإلكترونية تدخل على الموقع في جوجل وتستفيد من الدخول عن طريق الرقم المدني للطالب، يطلع ولي الأمر على كل ما يخص ابنه أو بنته في المجال التعليمي والتحصيلي في المدرسة، سواء من ناحية الدرجات، من ناحية السلوكيات، من ناحية التقارير إذا كانت تقارير أو نشرات عامة أو نشرات خاصة أو مشاريع وخلافه وكل ما يخص العملية التعليمية. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم بدرية سعد المطيري رئيسة قسم اللغة الإنجليزية في مدرسة القبلية المتوسطة بنات التابعة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية. بفضل من الله تعالى تم إبلاغي بفوزي بالمركز الأول في تفعيل موقع المبادرة الوطنية التنموية للتعليم الإلكتروني من قبل إدارة المدرسة المتمثلة بمديرة المدرسة الأستاذة الفاضلة سميرة أحمد قاسم. وكانت المشاركة عبارة عن تزويد الموقع بعدد من الخطط الأسبوعية ونماذج اختبارات سابقة وأوراق عمل وعددا من المشاريع الطلابية. طبعا كانت المشاركة تحت رعاية مديرة المدرسة من خلال تشجيع المتواصل لنا وأيضا بإشراف ومتابعة قسم الحاسوب. أنا طبعاً علي كمشرفة المبادرة أني دايماً بطالع الأقسام من حيث تفعيلها، تفعيل المبادرة من حيث الأنشطة المرفوعة، من حيث خطط أوراق العمل وأوراق العمل طبعاً بالنسبة للطلبات دي بتبقى مفيدة جداً، خاصة للطالبة اللي هم بيبقوا مثلاً عندهم عذر طبي وغايبين من المدرسة، فبيطلعوا على المبادرة بيعرفوا إيه اللي تم في الحصص الدراسية اللي هم ما حضروهاش. وإحنا أسبوعياً بنعمل خطة لتفعيل المبادرة تحت إشراف مديرية المدرسة الأستاذة سميرة أحمد قاسم. الخطة دي بتفعل فيها كل البيانات الموجودة في المبادرة من حيث الخطط، من حيث أوراق العمل، من حيث الأنشطة. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الطالبة لطيفة أيمن الحسيني الحائزة على المركز الأول في مسابقة المبادرة. طبعا انا احست على المركز الاول لاني كنت ادش وايد على الموقع نفسه، كنت ادش عشان اخذ الاوراق العمل تساعدني حق الاختبارات واشوف الشهايد. طبعا الشهايد والاوراق العمل والجداول تنزل من قبل لا توصلنا في المدرسه. ولي امر الطالبه لطيفه ايمن الحسيني، طبعا سعيد انا كون بنتي تحصل على المركز الاول في التفاعل و متابعة البرنامج اللي هو المربع الإلكتروني. الأمانة أتكلم على برنامج سهل لنا كأولياء أمور في متابعة درجات، متابعة أمور كثيرة في الدروس، في الاختبارات، في نتائجها. يعني لخص علينا وقصر علينا أوقات ممكن كنا نضيعها إذا تابعناها،
من خلال قدومنا للمدرسة. السلام عليكم، معكم ولية أمر طالبة شهد العميري مدرسة القبلية المتوسطة بنات في منطقة مبارك الكبير. بخصوص المربع الإلكتروني، فادني أنا كولية أمر أني أتابع بنتي بأي مكان أنا أكون متواجدة فيه، في البيت أو في الدوام أو أكون برا، لأن تليفوني ودش الموقع وأشوف وأتابعها، أشوف آخر التطورات اللي صارت من الأوراق العمل، الدرجات، يعني حتى إصدار الشهادة، يعني أشوفها قبل لا أي المدرسة وأخذها كورقة. فكان بالنسبة لي وايد سهل علي الطريق، الاستعدام من الدوام، أني أتابعها أول بأول في الموقع نفسه. طبعا تجربة المبادرة الوطنية للتعليم الإلكتروني، وسمعنا رأي أولياء الأمور وأيضا طالبة. لكن بداية حوارنا نرحب بضيوفنا المهندس عبد العزيز الفرحان، مهندس متخصص في تكنولوجيا التعليم. مساك الله بالخير. الله بالخير، يا هلا فيك. الله يحييك. وأيضا نمسي على الأستاذة سميرة قاسم، مديرة مدرسة القبلية متوسطة بنات في منطقة مبارك الكبير. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، أهلا وسهلا. يا هلا فيك. وأيضا نمسي على الأستاذة ليلى أكبر، مديرة مدرسة سبيعة بنت الحارث منطقة الأحمدي التعليمية. مساك الله بالخير. مساكم الله بالنور وحياكم الله، وإحنا سعيدين نكون معاكم. يا هلا فيكم. طبعا المهندس عبد العزيز، بالبداية بنتكلم عن هالتجربة والتعليم الإلكتروني، وطبعا هالتجربة تشرحها لكل شخص يتابع برنامج مسائي، شنو هي، شنو الهدف منها، وشنو مميزاتها أيضا. ماشي. أول شيء حاب أشكر برنامج مسائي على المقابلة الطيبة هذه منكم. لو بتكلم عن المبادرة بشكل يعني مفصل، أعتقد راح أقعد اليوم كله. نعم. لأن فيها محاور جدا جدا كبيرة. قبل لا أتكلم عن المبادرة، خلي أتكلم كيف بدأت المبادرة. نعم. أنا عندي شغف بالتعليم، أنا مهندس كهرباء وكمبيوتر. نعم. ففكرتني كيف أسخر القدرات هذه بالتعليم، فطورت برنامج. قلت أبي أربط البيت في المدرسة، أبي ولي الأمر يتابع أمور عياله وهو قاعد ببيته، بدل لا يروح ويتعنى. صح. وبنفس الوقت أبي الطالب يشوف في مكان معتمد ياخذ فيه كل البيانات اللي يحتاجها عن المدرسة، ينمي مهاراته، يبي يتابع الأمور المدرسية، المدرسة تتواصل مع ولي الأمر عن طريق الحلقة هذه. فسويت البرنامج، وأمانة قدمته بسنة 2011 ولا نهاية 2010 لمدرسة مهلا المضاف كهدية. المدرسة هذه أنا كنت دارس فيها ومتخرج منها. نعم. فأردت حق المدير وسلمناه البرنامج ونسيناه. بعدها فترة جت الموجه الأول الله يذكرها بالخير، الأستاذة نجيبة دشتي، شافت المبادرة قالت إيش رأيك نكبر النطاق نخليه في 4 مدارس. سويناها في 4 مدارس، بعدين ال4 مدارس صارت 88 مدرسة. ما شاء الله. بعدين ما شاء الله اليوم نتكلم على 500 مدرسة وفوق 500,000 مستخدم يستخدم البرنامج. 500 مدرسة. أكثر من 500 مدرسة. أكثر، وأكثر من 500,000 مستخدم. مستخدم من معلم، من إداري. نعم. من ولي أمر ومن طالب. طبعاً هي فقط تربط المدرسة بالطالب، هذا هو المبادرة، هذه هي المبادرة، تربط المدرسة بالطالب وتربط المدرسة بالمنطقة التعليمية وبالوزارة. نعم. بحيث أن المنطقة التعليمية هم تعرف منو المدارس المتفاعلة. نعم. منو المدارس الغير متفاعلة، منو الناس اللي قاعد تنتج، من الناس اللي مو قاعد تنتج، حساس تكون نسبة العدالة واضحة عند الوزارة. فهو يخدم البيت، يخدم المدرسة، ويخدم الوزارة. نعم. طبعا أستاذة سميرة، من شوي تكلمتي بالتقرير عن هالمبادرة ودورها، وشفنا طالبة متفوقة عندكم مع ولي أمرها، وتكلموا عن هالمبادرة الوطنية للتعليم الإلكتروني، وكان لك رأي بهالموضوع، لكن نبي نعرف شنو رأيك وأيضا شنو مزايا هالبرنامج على الطلبة. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكركم لإتاحة المجال لنا إحنا كإدارة مدرسية للتحدث وإعطاء المؤشرات حول هذا البرنامج، وإن شاء الله نوفق ب إعطاء وتسليط الضوء على المحاور اللي تبونها لتوضيح ما يلزم. بالنسبة للطالب، طبعا إحنا نعرف أن الجيل الحالي جيل تكنولوجي، يحب. صح. التكنولوجيا، وهذه الخدمات اللي تصير فيها البرنامج
يخدمهم كجيل محب للتكنولوجيا، فإحنا جيناهم من زاوية هم يحبونها. نعم. وسهل التداول في أيديهم الأشياء التكنولوجية، ما شاء الله عليهم الجيل متساهلين ومتفاعلين معه وأذكياء جدا. Very smart. نعم. فعندي الطالبات المزايا اللي تقدمها البرنامج. نعم. ما شاء الله يعني مزايا جدا طيبة في الميدان التربوي. نعم. لو مسكنا في بعض المزايا المهمة، مزاياها كثيرة بس أنا بركز على أكثر من ميزة أشوف أنها هي فعلا فاعلة وتخدم الطلبة. أول ميزة اللامحدودية في الزمان والمكان، يعني الطالب مو شرط في بيئة الصف يحصل على المعلومة، ممكن هو في أي زمان في أي مكان بضغطة زر يدخل على الموقع ويحصل على المادة العلمية اللي يبيها. نعم. سهولة بدون أي عائق. الشغلة الثانية الخصوصية، احنا نعرف ان احنا عندنا شرايح طلابية في الفصل الدراسي، عندنا طلاب متعثرين، عندنا طلاب خجولين، فهذا البرنامج يعطي مساحة دون خجل ودون تحفظ ان الطالب بكل خصوصية وهو قاعد ببيته. نعم. يتواصل مع المعلم سواء كان عنده شيء مفاهمة، يقدر يكلم يعني الطالب وهو قاعد ببيته، يقدر يكلم المدرس، في تواصل طبعا. نعم. فبكل أريحية وبدون إحراج، هذا أيضا من المزايا اللي جدا يعني أنا أشوفها طيبة في البرنامج. عندي كذلك الميزة الثالثة قلنا خصوصية التحكم، يتحكم الطالب في كمية المادة العلمية اللي يبيها، مو شرط يأخذ مادة علمية كثيرة، يشوف شنو اللي عارض المعلم يأخذ الجزئية اللي هو يبيها، وسهولة التداول والحصول على المعلومات. فأنا أشوف هذه من أهم المميزات. كذلك يأخذ المؤشرات التحصيلية، مثلا إذا عندنا المعلم حاط تقويم ويحله وفي بعدين إجابة لهذا التقويم يقدر يقيم نفسه ذاتيا. نعم. أي هذا باختصار. بس للأمانة أنا عندي المؤشرات طبعا جدا عالية، عندي زيارات الطلبة من بداية العام الدراسي لنهاية شهر فبراير 10,000 زائر و904، وهذا مؤشر جدا عالي. تفاعل يعني من الطلبة والأمور مع هالبرنامج والمدرسة، ما بين المعلم والطالب. نعم. جدا عالي. طبعا بعد الفاصل راح أرد معك أستاذة ليلى ونتعرف عن دور مدراء المدارس يعني مع هالتحديث ومع هالتكنولوجيا اللي قاع نشوفها لها إيجابيات ولها فايدة على طلبتنا، لكن بعد الفاصل. فاصل سريع لا تبعدوا المشاهدين. طبعا الأستاذة سميرة ذكرت مزايا جميلة ومميزة ومفيدة لها البرنامج للطلبة وأولياء الأمور، راح نتكلم كل ميزة من هالمزايا بعد ما نعرف الإجابة من الأستاذة ليلى عن دور مدراء المدارس في هالبرنامج. بداية أنا أحب أشكر برنامج مسائي في قناة الراي على استضافتها لنا وتوضيح وتسليط الضوء دور الإدارات المدرسية في الجانب الإلكتروني واهتمامها بالجانب التكنولوجي أكثر في هذا العصر. نعم. طبعا لمدرسة سبيعة بنت الحارث قلادة تميز مع المبادرة الوطنية للتعليم الإلكتروني، فالعام الماضي حصلت على المركز الثاني على مستوى دولة الكويت. نعم. وهذا طبعا يرجع لسبب اللي هو رؤية المدرسة. المدرسة لها رؤية أن هي تنشئ جيل وطني طموح في صرح تقني جاذب بمشاركة مجتمعية بناءة، فهذا البرنامج مستكمل لرؤية المدرسة ولأهدافها الاستراتيجية. فكان هني دور الإدارة المدرسية جدا مهم، لأن الإدارة المدرسية تتمثل في قيادتها لمحاور العملية التعليمية سواء كان معلم سواء كان طالب أيضا ولي الأمر. نعم. يبدأ هنا ساعدنا البرنامج تبع المبادرة في متابعة الإحصائيات والمؤشرات كاملة داخل البرنامج، سواء بإحصائيات حضور وغياب. نعم. إحصائيات نسب مستوى الأداء والنجاح، أيضا إحصائيات بالنسبة لمدى تفاعل أولياء الأمور مع المعلمين وتواصلهم، لأن هذا الشيء إحنا بقدر الإمكان نحاول نسهل ونبسط الإجراءات في تواصلنا مع ولي الأمر، فنوفر عليه الوقت والجهد في أنه هو يحضر للمدرسة من خلال البريد الإلكتروني اللي موجود. صح. داخل المبادرة. صح. فهني ولي الأمر بأي طريقة بأي شيء هو محتاجه
عن طريق بريد إلكتروني، بس يكتب لنا إياه بتواصل مع المعلم نفسه، يعني سواء كانت معلمة الرياضيات، معلمة اللغة العربية، هو قاعد يتواصل، يعني هو قاعد يتواصل مع بشكل مباشر ولي الأمر أو الطالب مع المدرس، مع الشخص المعني برد المعلومة للطالب ويستفيد منها. طبعا شلون راح تعرفين ان هالمدرس فعلا قاعد يفتح الايميل، قاعد يشوف المسجات، قاعد يتواصل مع الطلبة، ولا هو مشغول وطلع من دوامه؟ خلاص انا يعني ماكو شيء يجبرني اني افتح الايميل واتم خارج يعني اوقات الدوام الرسمي اني اتواصل واعطي المعلومة واقدم يعني نصيحة او اي موضوع يتم يعني يسألونا فيه. هذه طبعا وين نحصل النتائج هذه؟ من مشرف النظام نفسه. نعم. اللي موجود في المدرسة دائما ترفع إحصائيات لإدارة المدرسة أسبوعيا بنتائج القراءات اللي موجودة، سواء كمشاركات المعلم داخل المبادرة نفسها في البرنامج نفسه، مثلا يدرج الهومورك، أسئلة اختبار، تمارين إثرائية، تمارين علاجية، هذه كلها تبين من خلال الإضافات اللي تصير. أيضا حتى دخول الطالب وتفاعله مع المعلم هم تحسب كإضافات. أيضا حتى الرسائل اللي نحب نبعثها لولي الأمر أنه هو يكون على تواصل مع المدرسة بأخبار المدرسة، أيضا هذه تعتبر من الإضافات. فهذه كلها قراءات ومؤشرات مشرف النظام يرفعها لمدير المدرسة في نهاية الأسبوع. وفي نهاية الفترة الدراسية عادة يتم اجتماع مجلس إدارة، زين، وتعرض هذه الإحصائيات بكل شفافية، فيبدأ هني منافسة بين رؤساء الأقسام مع معلماتهم أنهم يرفعون من الاستخدام لهذا البرنامج بما يحقق نتائج إيجابية باكر على مستوى الطلبة، سواء كان فعلاً تحصيلي أو سلوكي. لكن ذكرت يا أستاذة من شوي أو أستاذة سميرة ذكرت أن هالبرنامج هو في سرية بين الطالب والمدرس، إذا شلون يعرف المسؤول على هالنظام في يعني وجود السرية بين الطالب والمدرس؟ شلون راح يعرف إذا فعلا المدرس تجاوب مع الطالب؟ لكن أستاذ مهندس عبد العزيز، هالبرنامج حسب ما ذكروا يعني مدراء المدارس له إيجابيات وله فائدة على الطالب وولي الأمر أيضا، له مردود إيجابي في تحسين مستوى التعليم. هل هالبرنامج هذا ما في نواقص؟ في أشياء ممكن بالمستقبل يتم إضافتها للبرنامج يتم تطويره أكثر؟ حلو، أرد على سؤالك الأولي اللي سألت فيه الأستاذة بخصوص السرية الخصوصية. أستاذة ذكرت نقطة وايد حلوة، إيش قالت؟ قالت إحنا نقيس المؤشرات، فهم ما راح يدشون على الإيميل الشخصي مال المعلم يشيكون على الإيميلات، لأن هذا بالنهاية برايفسي، إلا إذا صارت مشكلة كبيرة، صارت شكوى، صارت شغلة، هني لها الصلاحية بعلم المعلم ترى صار كيت وكيت، على هالأساس نبي ندخل بإذنك ونشوف. ونشوف أوكي. لأن هذا بالنهاية برايفسي، بس هم شلون يقيسون؟ شكاوى كثيرة على معلم معين معناته في نقص عندنا هني، مديح كثير حق معلم معناته أنا لا والله هذا المعلم إيجابي، التفاعل هو قاعد يرسل إيميلات كثيرة، لا ما شاء الله عليه هذا جدا متقدم وتفاعل مع المبادرة، فهي مؤشرات. نعم. يقيسونها. سؤالك الثاني بالنسبة حق البرنامج نفسه، تطويره بحاجة تطوير أو لا؟ أمانة البرنامج أول ما بدأ كان صغير، بس مع احتكاكي بالميدان، يعني أنا أقول مو أنا اللي مسوي البرنامج ولا التيم اللي عندي، أنا أقول الوزارة كلها. نعم. مسوية البرنامج، كل واحد ما شاء الله عنده مخ كبير الله عليهم، يعطون إضافات ويعطون أفكار لتطوير البرنامج، يقولون عبد العزيز ليش ما تحطون الشغلة الفلانية ترى تخدمنا في الجانب الفلاني. نعم. وإحنا من صوبنا نطور الجانب هذا، الشخص الثاني نفس الحالة يعطينا، فإحنا كل يوم عن يوم قاعد نطور في البرنامج ما هو ثابت. نعم. إنزين أستاذة سميرة، هالبرنامج هذا هل قيم المدرس المعلم اللي قاعد يتواصل مع الطلبة؟ شلون يتم تقييمه من حضراتكم عن طريق هالبرنامج؟ إيه نعم، مثل ما تفضلت أختي زميلتي أستاذة ليلى وأخوي أستاذ عبد العزيز، في إحنا عندنا مؤشرات قياس حق أداء المعلمين وتفاعلهم مع الطلبة، وبالتالي نهاية كل أسبوع يجيب لي مشرف النظام، فمثل ما تفضل الأستاذ في مؤشرات أنا أقيسها، إذا كان في هناك مديح أو في تفاعل. نعم. في تجاوب من قبل المتعلمين مع المعلمين، هذا يقيس على مدى تفاعل المعلم مع طلبته واستجابته للمحاور اللي هم يحتاجونها في العملية التعليمية. نعم. بالإضافة إلى مؤشرات القياس في الأمور السلوكية، الباحث الاجتماعي أيضا يقدر يدخل. إحنا الحين آخر كتاب دزيناتونا قبل يومين حق جميع أولياء الأمور، كتاب شكر حق الطلبة وأولياء الأمور،
فهذا ايضا تفاعل اداره مدرسيه. فباختصار انا ودي بس اقول ان اي ان ان هذا البرنامج هذا تقدر تقيس فيه العديد من الانجازات داخل المدرسه مثلاً. سواء كان من معلم سواء يعني معلم احنا ندري هذا المعلم مثلا معلم فاعل. ان عندي معلمه الحين داشه 4000 زياره لها داخل البرنامج، يعني نشيطة متفاعلة مع هالبرنامج، متفاعلة جدا وعندها قبول ومتفاعلة مع طلبتها، أكيد هذا مؤشر عالي في الأداء. صح. إيه في تواصل بينها وبين متعلمينها. كذلك الباحث الاجتماعي قايم بدوره، والدليل على ذلك قاعد يختصر الوقت والزمن لأولياء الأمور بحيث أنه يتقل ترددهم على الإدارة المدرسية ومكتب الخدمة الاجتماعية مدام في تواصل عبر البرنامج لحل بعض المشكلات. نعم. كذلك غياب الطلبة، الإداريين يدخلون مثلا يبلغون ولي الأمر أن تكرر غياب الطالب بدون عذر، فيرجى مراجعة الإدارة المدرسية أو موافاتنا بأسباب غياب الطالب. نعم. وايد اختصر علينا البرنامج الكثير من الجهد والوقت. وأيضا تفضل. أنا لو تسمحين عندي تعليق بسيط على جانب الباحث النفسي والأخصائي النفسي. نعم. في حادثة صارت في إحدى المدارس، شي صير أنه يقول عندنا طلاب وايد المشاغبين، طلاب وايد خلينا نقول يغيبون. نعم. تخاطب الأولياء الأمور ما حد يلنا، ندق عليهم مرة، هذه نقطة فعلا، ندق عليهم نكلمهم ما حد يرد علينا، فصايرة مشكلة كبيرة. نعم. فيقول طبقنا البرنامج وكان عندهم البرنامج، فأرسلنا المسج عن طريق البرنامج، فظهر عند ولي الأمر. يقول فجأة أنا قاعد كأخصائي اجتماعي ولا كمسؤول 9 أشخاص داشين علي بوقت واحد، يعني شيء حلو حق الطلبه. شنو قصدك؟ 9 اشخاص اولياء الامور يوم المدرسه، ايش في ولدنا؟ ليش انتم دازين لي مسج في شغله الفلانيه 1 2 3 4؟ مع ان قبل يخاطبونهم ما يدرون عنهم، فلو تركوا الشغله هذه كانت تراكمت الامور، تراكم غاب وغاب وغاب وكسل وسلوك، فهذا قلل الامور وسهل الامور. هذا يعطي هم رهبه وخوف للطالب. ترى في شفافيه بين الاداره وبين اولياء الامور، ترى ممكن انت اليوم أهلك يا أبوك المدرسة وأنت ما داومت، ولا عندك امتحان وما درست ودرجاتك، كل هذه تبين طبعاً، كل الأمور تبين بالبرنامج. طبعاً أستاذة ليلى ذكرت الأستاذة سميرة من شوي أن البرنامج أيضاً فيه مواد علمية يتم وضع هالمواد لمساعدة الطالب وأيضاً ولي الأمر اللي دخل على هالنظام يقدر يتعرف شنو عنده امتحان الطالب، شنو عنده واجبات. فتوضح لنا هالجزئية من ميزات البرنامج. يعني احنا عندنا في بالمدرسة عادة في بداية العام عندنا يوم نسميه يوم القانون، هذا اليوم يكون هو الإطار لرسم نظام المدرسة للطالب، عساس نبدأ نعرف الطالبة عندنا شنو آلية المدرسة في التواصل معها. فأحد البنود اللي نتطرق لها هو المربع الإلكتروني. هني تبدا المعلمه توضح اهميه المربع الالكتروني للطالبه، بحيث ان احنا نبي وقت الطالبه في المدرسه يكون فقط مخصص لتعلم الطالبه، وليس لامور اني انا انقل اللي على السبوره ولا عندي هومورك ولا بخلص شيء ولا هذه الورقه ماني لاقيتها، لا هذا كله راح تلقينه على المربع الالكتروني موجود. انزين حتى لو ما اسعفك الوقت وما قدرتي تنقلين هذا كله، كل شيء موجود على المربع الالكتروني. نعم. ليش؟ لان المعلمه دائما حريصه قبل لا تدخل مو بس حصتها، قبل نبدي الفتره الدراسيه القادمه ان هي ادرجت جميع الواجبات، جميع الاوراق العمل، الخطه الدراسيه كامله على المربع الالكتروني. هني الطالب يحس وحتى ولي الامر يحس انه عنده خطة مستقبلية حق بنته في الفترة الدراسية، يعني حق سنة كاملة تحطون الخطة الدراسية. نعم. فهني شنو راح يصير؟ ولي الأمر على علم بالمواد وبالموضوعات اللي قاعد تدرس في المدرسة. نعم. فأي استفسار أي توضيح نختصر حتى على ولي الأمر الوقت شلون عن طريق البريد الإلكتروني، وهذه فعلا يعني هذه مؤشرات جدا طيبة أن احنا نقيسها ومنها نعرف إذا ولي الأمر مهتم بتعلم بنته داخل مدرستنا ولا أن ولي الأمر يعني مشغول عنها. أكيد لاحظتوا يعني أولياء أمور لهم اهتمام ومهتمين بعيالهم، والعكس تماما في أولياء أمور مو مهتمين. يبين معاكم وأكيد لازم بالمستقبل في برنامج آخر يساعد هالأولياء الأمور اللي ما يهتمون بعيالهم أن يتابعون عيالهم ويهتمون فيهم. يعني استاذة روان يعني البرنامج مو بس جانب تحصيلي، حتى الجانب السلوكي. يعني أنا أعرف عن بنتي شنو قاعد تسوي في الحصة، مثلا هروب أو عدم الالتزام بنظام الحصة، هذا كله
توضع هالملاحظات لولي الأمر. نعم. وهذا شيء جدا طيب إن ولي الأمر يعرف حتى سلوكيات بنته داخل المدرسة. صح. لأن هذا هم بالتالي أثر على مستواها التحصيلي. طبعا أستاذة سميرة، دوركم كأدراء مدراء مدارس في تفعيل مثل هالبرامج، في مهندسين، في ناس مختصين قاعد يطلعون برامج تخدم الطلبة، تخدم أولياء الأمور، تخدم المعلمين، وأيضا المدراء تخدمهم في التواصل، وتكون منظومة مشتركة فيها نوع من الشفافية والكل يتعاون فيها، وبالتالي مخرجات تعليم ناجحة. لكن يعني دوركم في تفعيل مثل هالبرامج؟ دورنا في تفعيل هذه البرامج أول شيء التخطيط لها مثل ما تفضلت أستاذة ليلى، تخطيط جيد، وإني أنا أعرف الشرائح اللي عندي في المجتمع المدرسي شنو هذه المبادرة. نعم. وشنو مزاياها وشلون يتم تفعيلها. ثاني شيء المتابعة. ثالث شيء التقييم، تقييم الأداء. لما يشوفون مدير المدرسة مهتم بتفعيل البرنامج وقاعد كل أسبوع يطلب، وهناك في تشجيع للكوادر اللي قاعدة تفعل، في كتب شكر تطلع من الإدارة المدرسية، وفي معرفة أسباب لعدم تفعيل بعض المعلمين. نعم. يكون في على طول تواصل من إدارة المدرسة ومتابعة للعمل الإجرائي لهذا البرنامج. نعم. أكيد راح ينهض البرنامج لما يكون تكون الإدارة فعلا مفعلته وحريصة على تفعيله عشان تحصل هذه الأهداف أو هذه الجولز اللي إحنا قاعدين دائما نسعى لها في. نعم. المبادرة. أنا بس أحب أضيف على أستاذ سميرة، هو صح مع دور إدارات المدرسة، بس إحنا همّن يعني نحب نوضح أن دور المنطقة التعليمية تستكمل دورنا إحنا. نعم. كنا إحنا نرفع تقارير عن الصعوبات اللي تواجهنا للمسؤول في المنطقة التعليمية. مثلا إحنا عندنا أستاذة نجيبة دشتي رئيسة المبادرة، يعني عندها صدر جدا رحب أن هي تبي تعرف أي صعوبات تواجهنا وهي تحاول توجد الحلول لها، وبالإضافة شنو ما عندنا من خطط تطويرية للبرنامج أيضا نرفع لها بتقارير. عطيتوا خطط يعني وشفتوا أشياء فيها صعوبة عليكم يعني على الطالب والمدراء مدارس ما كان لنا صلاحيات وايد في البرنامج، من خلال استبانة، عمل استبانة عطينا وايد مقترحات، ولله الحمد إحنا الحين تقريبا سنتين وإحنا مع التطوير اللي صار داخل مستمر ليومنا هذا، وانتوا تطورون وش الاشياء اللي تكون لها فايده اكثر. نعم استاذ عبد العزيز، يعني مثل هالبرامج التكنولوجيه العلميه المفيده اللي قاعد تساعد الطلبه والمدارس واولياء الامور والمدراء المدارس والكل، يعني قاعد تساعدهم في يعني النهوض بالمسيره التعليميه، يعني مثل هالبرامج موجوده، لكن شنو الدور الاخر اللي مساند ومساعد لتفعيل ونجاح هالبرامج باختصار، يعني لان وصلنا لختام البرنامج. امور كثيره، لو نتكلم بحر التكنولوجيا البحر ما يخلص. نعم. راح نتكلم على الادوات اللي مثل التابلت، نتكلم على السبوره الذكيه، نتكلم على الواي فاي لانها يعتبر هذا جزء من المنظومة. من المنظومة نفسها. نتكلم. نعم. على تطوير المعلمين نفسهم كيف يستخدمون التكنولوجيا، انفتاح الطلبة، ما شاء الله الطلبة عندنا منفتحين بشكل جدا. أيوة. جدا جدا كبير مع التكنولوجيا. نعم. المناهج التفاعلية، فهو بحر كبير، بس الواحد حلو انه يبلش خطوة. صح. وعلى قولتهم مستحيل انه واحد يوصل القمة بيوم، فخطوة لما نوصل حق يعني في اشياء ان شاء الله توعد فيها الطلبه واولياء الامور ان بالمستقبل في برامج اخرى راح تكون مسانده لها البرنامج. أكيد. تساعدهم اكثر وتحل مشاكل اذا كان في مشاكل في هالمنظومه. اكيد. نعم. اكيد ان شاء الله. يعطيكم العافيه على تواجدكم معنا. اذا من كلمه اخيره حابين تقولونها تفضلي استاذه سميره. انا اشكر استاذ عبد العزيز والزملاء اللي كانوا السبب في خروج هذه الفكرة إلى النور في الميدان التربوي. نعم. ونشد على إيدهم ونقول لكم إحنا معاكم قلبا وقالبا في أي تحديث للبرنامج من أجل تطوير المنظومة التعليمية والتربوية، وأيضا للنهوض بدولتنا الحبيبة الكويت. يعطيك العافية. أستاذة ليلى، شنو حابة تقولين بالختام؟ والله إحنا مع نشكر التعاون اللي قاعد يصير مع المؤسسات الخاصة اللي تصير التعاون بينها وبين وزارة التربية، وهذه من ضمن المعايير اللي احنا دائما ننادي فيها في القيادة المدرسية الحديثة في الإدارة المطورة اللي هو الشراكة المجتمعية، وهذا الشيء يضيف طبعا ميزات أكثر
لتعزيز بيئة التعليم والتعلم داخل المدرسة. وهذه من ضمن الخطط الإنمائية اللي موجودة في وزارة التربية، وخصوصا مع الإدارة المطورة، مع الكفايات التعليمية اللي الحين بدأ النظام يتغير عليها في آلية الاستراتيجيات التدريس داخل المدرسة. واعتقد البرنامج هذا يعني يه مواكب ومساير للتطور اللي ماشيه في وزارة التربية. يعطيك العافية أستاذ ليلى. أستاذ مهندس عبد العزيز، شنو حاب تقول بالختام؟ أنا لو بقعد أشكر الناس كلهم. يعني ما شاء الله تلفزيون الرأي ما قصروا ويانا، القياديين بوزارة التربية، من الوكيل، من وزير، من مدراء مناطق، من مسؤولين، وما شاء الله مدراء المدارس والشركات هم الداعمة، يعني أولياء الأمور، الطلبة. لو بشكر من هني لي باكر ما راح أخلص. يعطيهم العافية كلهم إن شاء الله. أي والله إن شاء الله. كل شكر لكم ضيوفنا الكرام على تواجدكم معنا باستديو مساء، ونتمنى يعني بالمستقبل تكونون ضيوف مرة أخرى نتكلم عن هالمنظومة وتطور المنظومة وإيجابياتها وسلبياتها إذا وجدت سلبيات. طبعا مشاهدينا وصلنا لختام البرنامج، نتمنى كل شخص تابعنا استفاد واستمتع. نشوفكم بالحلقة القادمة وتصبحون على خير.